رأيك في مشاركة الأهلي في البطولة زي كده، والتفكير عند جماهير النادي الأهلي والإدارة واللاعبين إن تحقيق مركز مختلف الحقيقة عن المركز الثالث، لأن دايما النادي الأهلي يعني بيشارك، ويعني المركز الثالث هو أكتر المراكز اللي أخدها النادي الأهلي. المرة دي الوضع عايز بقى مختلف الحقيقة، الجمهور عايز مركز تاني بشكل مختلف عن ما النادي الأهلي. علشان الجمهور يطمع في مركز تاني، على الأقل لازم النادي الأهلي يكون داخل البطولة أصلا معنوياته فوق ومستواه فوق ونتائجه كمان كويسة. لكن أنت عايز السنة دي تبقى تاني مثلا، أو يعني حتى لو بيفكروا في البطولة، أنا شايف إنها صعب. أنت أصلا داخل البطولة بقالك أربع خمس ماتشات ما بتكسبش، تلات أربع ماتشات سوري ما ما بتكسبش، برضو ده بطولة غير بطولة زي ما قال عمرو، يعني بس مستويات أعلى. يعني انت بتلاعب مستويات اعلى من الدوري واعلى من بطوله انت شفت افريقيا. اتحاد جدة الماتشات اللي فاتت ولا ما اتفرجتش؟ لا ما انا بتفرجش، اتفرجت بس عليه. هم اكيد اكيد يعني هتلاعب كريم بنزيما، هتلاقي يعني فرقه، هتلاعب فرقه محترمه. بس هم في اسوا حالاتهم، حتى وهم في لسه اسوا ما حالاتهم، خسرانين في الدوري. بص هم في اسوا من حالاتهم، دمك باين دمك 3-1 طارق حامد جاب هم في اسوا حالاتهم، هيبقوا زي فرقه في الدوري المصري مثلا؟ مستحيل. انا مش شايف. لا ماشي، انا معاك، ما بتفق ان هي فرقه محترمه طبعا ولاعيبه كبيره ولاعيبه بتاع، نتيجه الماتش هتبقى متوقفه على ايه؟ على حاله اللعيبه بتاعه الفرقتين في الماتش ده. ده اللي بقول لك عليه، لكن صعب ان انت تتوقع ايه اللي هيحصل. هم كانوا بيلعبوا ضمك كسبتهم، فاهم حاجه؟ في النهايه هي هم اللعيبه، فاهم قصدي يا فاروق؟ يعني هي حاله المباراه هي اللي هي هو اليوم الداي نفسه اللي في الماتش بالظبط، انا اللي هيبقى موفق واقف على رجله. صح تمام، اتفق معاك تمام. لكن لو هتتكلم من بره، ده اللي بتكلم، النادي الاهلي مش في احسن حالاته طبعا، فان انت تبقى طمعان ياخد مركز زي مثلا نادي الزمالك دلوقتي. هل انا مثلا واحد نفسي نادي الزمالك ياخد كونفدراليه، بس هل نادي الزمالك مهيئ ان هو ياخد بطوله افريقيه بالسكواد ده او بالفرقه دي؟ لا، نفس صعبه طبعا. ليه؟ لان ما عندكش المقومات اللي تخليك تقدر تاخد. صح تمام، نفس القصه للنادي الاهلي، انت داخل البطوله معنوياتك مش احسن حاجه، ما بتكسبش، داخل تلعب فرق جامده، فرق تقيله، فصعب ان انا اطلب منك فوق طاقتك. ده اللي انا بتكلم فيه. بس يعني فكره النادي الاهلي ما يبقاش مختلف، يعني يا احمد وارد الدوري مختلف عن دوري ابطال، أكيد. مختلف عن كاس مصر، مختلف عن كونفدراليه افريقيا، كل بطوله ليها تحضيراتها وليها اسلوبها. هي دي الفكره اللي ممكن النادي الاهلي بيشتغل بيها في بطوله زي كده. وبعدين يعني ماتش واحد او ماتشين مختلف عن دوري يعني مطول اكيد، او ماتش بطوله سوبر يعني. بص انت بتتكلم دايما على المعطيات اللي قدامك، زي نادي الزمالك في البطوله العربيه كله كان فاكر ان الزمالك هيروح يشيل يخسر ماتشات كتير، بس اللي حصل ايه؟ اللعيبه كانت في حالتها، راحت وادت، خرجت من دور المجموعات، بس كانت ممكن توصل، عملت ما خرجت. فهل ده كان الطبيعي بتاع اللعيبه ساعتها؟ لا لا طبعا، ده كان طفره في اداء اللعيبه. نفس القصه في النادي الاهلي، انت رايح مش في احسن حالتك، ممكن تعمل طفره في الاداء ممكن، بس مش ده الطبيعي دلوقتي. ده اللي انا بتكلم فيه، هو طبعا متوقف على هيلاعب مين في والحاله بتاعه اللعيبه والحاله بعد كده. لو كسب الاهلي هيلاعب فلومينسي، يعني بطل امريكا الجنوبيه. ده برضو ماتش صعب جدا، لان انا شفت صراحه الفرقه دي. اتفرجت على النهائي بتاع امريكا الليبرتادوريس. خبر ابيض، فرقه رهيبه عندهم. مين اعداد بوري؟ مين كينو؟ كينو بتاع كينو اللي كان بيلعب في بيراميدز. ده كينو معاهم لعيب كبير. لا فرقه فيهم، عندهم كمان كام لعيب هايلين، يعني منتخب برازيل ولعيبه مستوعبين، ومارسيلو معاهم هناك كمان. مارسيلو موجود. فلا ايا كان ماتشين اللي هيلعبهم، فهو يعني طبعا هو احتكاك قوي طبعا، مش جديد على الاهلي الحقيقه. يعني احنا الاهلي يعني مش جديد عليه، او مثلا المواقف او الفرق دي، ما لعبنا الفرق دي ولعبنا فرق اجمد منها كمان. هي الفكره، بس هي حاله اللعيبه في اليوم ده، احنا يعني حاله اللعيبه في الماتش في ال 90 دقيقه. انا شايف يعني الفرقات عامه، انا شايفه في العالم كله يعني هي تكتيكيا اكتر من فرديا. طيب يعني انت وانت بتتكلم على حاله اللعيبه، مش اللي بيجهزها المدرب، رايك في كولر وتجهيزه للاعبين في الفتره اللي فاتت؟ والله يعني خلاص، هو طبعا مدرب كبير مش احنا هنقيمه، لكن فكره اللي انت شايفه في الوقت ده، يعني هو يعني بيحاول يعني يقرب ناس، بيحاول يعني ضغط الماتشات برضو بتاع البطوله الافريقيه او الدوري، وانت فاهم مطلوب منك ضغط. يعني ايه بمعنى ايه؟ في اجهاد يعني؟ طبعا يعني هو زي. ماشي، ما انا بقول لك يعني هو يعني في لعيبه، يعني التدوير اللي حصل ده مش مفروض ان كان بيريح لعيبه؟ انا بقول لك انت برضو في لعيبه مش مساعداك انها يعني بتريح، ما بتنزلش تديك
المطلوب منك فبتضطر يعني دي مشكله لعيبه مش مشكلته هو. ايوه طبعا انا شايف كده. في لعيبه يعني في لعيبه المفروض تموت نفسها اكتر من كده الفتره اللي فاتت دي. المفروض لعيبه كانت يعني تبقى موجوده بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت دي. يعني شايفين توفيق دخل اكرم توفيق دخل وسط التيم يعني كان راجل عامل عمليه وبعيد ما انا بقول لك انا بقى اللي عايز القلب قصدك في تراخي من بعض اللاعبين عدم تركيز بالزبط بالنسبه له بالظبط بالظبط. في لعيبه برده انا حاسس ان هي يعني الفتره اللي فاتت يعني ديانج مستواه شويه بتحسه مجهد يعني ده مش ديانج بتاع ما تقول مجهد يا عم ما تقولش مجهد ماشي لسه في بدايه سيزون برده ماشي انا شايف الربع الاولاني انا شايف ديانج عامه مش في حالته البدنيه مش انت مش فاهمني